لك العامر حباب غالي يا ضامر. قدر احنا النجومة الحرة خلي اعتادي راجين القطار الفقري والجلابي. يا ضامر منور بيتك العامر حباب غالي يا ضامر. بحوت الفنجر المعبر الصرصولة كبابي كوعوا به مزاج وارجوها فوق حبابي. المشاهد الكريم مساء الخير عليك وحبابكم مليون، وحلقة جديدة من برنامج قهوتنا وموضوع جديد بها بشي زول حباب نضال. حبابك البشرة وحباب كل المشاهدين الكرام، وإن شاء الله أنت نصاح وشداد وما عندكم عوية تب. حباب أبو عزام حباب كيف والله حباب أحمد الصديق, الصديق. حباب كيف؟ إن شاء الله طيب. أبو عزام الليل طوالي ندفز طوالي قد طوالي بس طوالي يا أحمد. قدر ما أقول يا قين والعلي ما أكشف فالقى عيوني دمعات الفراق تذرفها الحرقت مراكب ريد جنب الضفة دايرك يا رشاد بكلمتين تصفها يا بنت البيبي عدام من زوال الحي شبه مريوتي فوقك يا المراد عطي سلبت فؤادي فارقت بري بيني بينها فرقات ما بقي سدني الله يتبشر يا بنت اللي خافوا من كشيش الهيشة فيك خدم من أول وفيك جمال ناس عيشة الكسر الجناحي وعوزت الريشة في بودليق وقابلوا الاشتعال لشيشة أنا والله أبو عزام يا أخي مهدينا من العتيبة بأي طريقة إن كانت. أول حاجة تحية له ونحيي كل أهلنا في غرية 6 وغرية 7 وموعود المشاهد الكريم إن شاء الله نجيبه هنا عتيبة ده. مهدينا له أي نمة. الله يحفظك. حاول. قدر ما قولت وامسك دروب الطاعة أتذكر حسايس العقربين بالطاعة. البيت قالي صحبات وجليم صقاعة نزرع عفيفة فوق المرمي وقاعة والله نزرع عفيفة فوق المرمي وقاعة حبابك والله أبو عزام كتر خيرك كثير يا أخي ونحن زي ما وعدنا المشاهد إن شاء الله عتيبة ده بنجيبه نضال الليلة موضوعنا موضوع حساس حساس دي خطي تحت كم خط كده زي 18 خط تميهن 20 الخير. الصاحب اللي بتدعم بقفاك وجدانك لا تآمنيها سرك يا المعظم شانك صورتك يوم توزعها وتعرف عنوانك تكسر عين قبيلتك والدتك واخوانك انا قال الرؤية ما وضحت ما كذي شفنا وشفنا في النت فيديو لافي كثير هاي ليه بنوت رجال ما بيرضن التصوير نعم في الفرحانة ليل في إخوانا ضو كبير صورتها تمشي في الفيس المجال خطير نعم كثير انشل من وجع وحسرت أبوها يوم الصورة باللبس الخليع مرقوها خد نفسك مكان خال القريب وأخوها كيف انترضى لأختك كدي يشوفوها يا سلام نحن الليلة موضوعنا عن التصوير إذا كان سلبي أو إيجابي يعني الليلة مثلا نحن الليلة ما بنصور في قهوتنا تصوير عشان يمشي للناس عشان يوريهم ان احنا بنقول في شنو الصح شنو الخطأ شنو وكده قدر اللي بنعرفه يعني أي. فعليه دي حاجة ايجابية يعني عشان الناس الكاميرات ده ما يقفلوا ويقبلوا مننا في تصوير النوع اللي بيلقوها مثلا في حفلة اخوها دي يصوروها فيديو شباب الحي كده يصوروا البدي فيديو ويفكوا الفيديو بعد ذاك في اليوتيوب السوداني بشوفه والامريكي بشوفه اي شيء يعني الحي ما محصور على نطاق الوطن بس انا دار انبه لحاجه معينه ان احنا اصلا وقت عملنا الموضوع ده او اخترنا الموضوع ده بالذات عشان نتكلم عنه اخترنا صوره كالاتي
الصورة المقطع سيدة من غير راس كيف نفسك بتسمع زبيها الناس الصورت ميت في الوسائط لاس ما قصيت كبتم نهيت خلاص يا سلام. وما قصيت كبتم نهيت خلاص يعني دي ده أصلا مدخل الموضوع ناس سبحان الله تقول ما عندهم قلب بقاليه حارس حركة مجدعين ناس ميتين أربعة صح. خمسة خلاص يعني يقوم يصور الصور دي صور ما بتتصور أصلا يعني صور شنيعة يصورها يلزها بالواتساب حادث حركة خطير حادث حركة شنيع ما بعرف هو فات في نوب طعنا بسكين يصور الزول يلزها يعني الصورة دي لابد تلف وتجي لها تجي لأهل الميتين. إن شاء الله يعني بعد سنة من الحادث ده لو جات بعد سنتين ينضال وما بكون عارف إنه صوره ده المهم مات بحادث حركة لكن مات شكله كيف شكله كيف ما شافه أي طيب نوع الساعة الحادث بيشوف تلفونه قبال يدعي للميت ويكون في عونه نعم قبال يفقد المجروح في ضوله يخونه ياخد دعا قاعدين الملائكة بكونه نعم نحن برضو يعني بقت الحاجة دي منتشرة في الآونة الأخيرة بصورة كثيفة شديد. جدا نعم يعني بالقلعة العربية متلبة من كبري داير يجي في صورة ما بيجي يفقد يقول يمكن في زول مجروح أنه مرقه نعم يعني بنكون فراجة أكثر من نكون نحن ناس مروة وشهامة ورجالة ونمشي ننقذ المجروح يعني انت الان قلت لك حاجه قدامك منظر شنيع زي ده يجيك من وين القلب اللي تقعد تصور به واحسن تصور ولا تعقط وتمشي ترفع الناس ديل وتودي الماشي المستشفى توديه وتوقف العربيه وتنقذ الناس نعم بالتاكيد قدر ما تلقى زول مجدوع ومنظره شين تصور فيه مو صح تنشر الميتين اميت شنيعة ومن قصر من الصين اهله قبيل ونعرف انه مضروب وين نضال ده الكلام اللي قلناه يعني مثلا قالوا له فلان ده مات بحادث حركه ليه امه؟ ولدك مات بحادث ما هنا يعني يسمح الصوره شويه ما خلاص في النهايه دي ام وده ابو كده صحيح والله يا اخي الطايق ده لكن سليم كده يكون هو مثلا انقطع نصين انقطع ثلاثه انصاص كده منظره الشيء يصوروا به الصوره دي يعني بس بعد سنه نسال الله السلامه يقع في يد امه اها كيف؟ ما بيتجن بس نحن نترحم على أرواح كل الناس اللي ماتوا في الحوادث نعم خبرك إمرق في النت يمين ما بتلفي ماف زول بيرتليك مهما بقيت تحلفي الملصت خمارة وكوعت لسل في وعدك لأبوك الحرة ليه بتخلفي نعم أنا لسه مصرة على الجانب المظلم اللي بيجاي تماشي عليه ناس الحوادث والصور ما فيها الاتجاه ده ونمسك الاتجاه أنا ماسكة بيجاي إنه الحاجة السلبية للصور هاي. اللي هي اللي بتضرب البنات في مقتل نعم يعني كيف يعني مثلا زي الملصة الخمارة وكوعت للسيلفي دي الليلين بقى الصورة دي لفت وجات في يعني في يد أخوها بيكون إحساسها شنو عشان كده زول حتى شوف في ناس بيصوروا في تلفونهم ده وما برسلوا ليه زول لكن التلفون ينسرق لا قدر الله التلفون باعته بعد سنة الزول جاب لي برنامج رجع الحاجات هاي. وقع في يد شافع ساي رسل الصورة في الفيسبوك نزلها نعم. دي برضو حياة كثير لسلبيات التصوير طيب أنا أرجع تاني لموضوع قال المفتوحة بطنه وهامته جت مكسورة كيف الرأي إذا كان بنته شافت الصورة غير تحرك حشاها وتنقلب محسورة لا غبينة ولا غبينة تنقدت بعد مسرورة يعني الكلام اللي قلناه خلاص ابو توفى قول في الامارات راسه مهشم حالته بالبلاء اتوفى الموت ده ما موت يعني ايوه خلاص واهله هنا اتقبلوا الموضوع باعتبار انه الزول ده اي زول بيموت يعني لكن بعد سنه الصوره جات حايمه يا اخي والله ده ابوك صح لا يعني منظر حاجه مؤذيه اي اي الحاجه دي ما عندها حاجه ايجابيه اصلا يعني عذر ساين قال الزول ده نقول يمكن عشان كدي ما في هو بيستفيد شنو انا دارس اسال سؤال يعني انت شفت لك منظر زي ده ناس مكسرين ومقطعين وحالتهم بالبلاء غير تترحم عليهم كان هم ميتين وكان حيين تنغزهم انت كان نزلته ودوك 800 لايك وعلقوا لك 2000 نفر الفايده شنو يعني؟ ما خلاص المغرب المشهور ده منتهي وخلاص شفت عزيزه في الزايله وستيرها ضميره نعم وقعت بين خيوط خدعا عليها كبيره نعم. خطيبا نفسه بالسوق باقي عليهم ديره صوره في الخفوفات ونشر تصويره ده نوع كمان انا بعتقد انه أسوأ انه الليله انت مثلا دخلت بالباب عديل جبير راجل وخطبته واختلفت معاه خطيبتك دي تقوم تصويره وتفيك صوره في النت وفي الفيسبوك مش والله خطيب بس في ناس ازواج بالمناسبه عملوا حاجات زي دي انتقام
فانا بعتقد انه ده من سوء يعني زول ان بقى شخصيته وان بقى زول سليم وقوي وسوي كده عاقل ما بسوي حاجه زي دي تربيه يعني. مربى غلط. طيب نحن نسمع ابو عزه نم لنا مبشر جار بي الزمان وبقيت اشن مصدي شاهدت يا اخي لا يسمع ردي كل سفاينه المخلوق تشيل تودي الا سفينتنا المقروعه ما بتعدي ابشر والله كتاليج قلبي ليه سكك المعاش مي فاكره مبرمجه بيت فلان وانسان دهنا اكره حطب العين هما لقات شاور المعاكرة هلا يا هما سحوت من دماغ الذاكرة حلوة سو خبر هالروح بتجزع الخربانة تقول ما ضايق زمنهم في الهو فرمانة أبشر حك حك الحطب ما بينفع يربانا ميت العزة أفضل من قصور الهانا ضاقت بالوسيعة وامص صبري شوي كون في عوني يا عالم حساي زنبي درعا دعاني صاصي والأراد الفي منك وأنا شافريق ويطيد الحي أرشي سو سو آه يا دنيا من هو زلازل متنوح سهر السوق دوالا لا مهم نلوي فارق شدت أبقى نفل بقوم بنبوح فارق جلسة الأخوان وغن مكوين أبشر والله أبشر والله تسلم تسلم نضال نمشي فاصل ونجي راجعين حبابون فاصل ونجيكم أبقوا قراب عريس والله بشرى كنت اقول له يا عريس وتر وبيختلف شكرا العريس في حاجه جميله منباري القبيح نسيبه بنضحة قديمة يوم صور الطفولة نجيبها نعم صورتك وانت زول سنتين براءة وطيبة تضحك فيها يومك كله حاجة عجيبة نعم دي الصور دي مع ذكريات هاي. يعني زمان ما كانت التلفونات بحاجة الهسي دي لكن مع كده كانت في صور بترجعك من جدك وحبوبتك وامك وابوك وانت اخوانك الكبار وانت شافع وانت صغير زول منكش وخلقته كيف كيف فالناس كلها بتضحك عليه برضه بتتكيف ليه كيف كده الذكريات يعني. السمحه هاي. ايوه نعم ده ما زمان الاستوديو انظر دوك ويريق يقول لك تعال بعد اسبوع يلبسوك الشرابات كده بعد اسبوع تعال بعد اسبوع قال بنيت الداخليه الماها قاصده قبيحه تصور صاحبتها اللي وقفت على التسريحه بيهدم غرفته وفاكر الحكايه مريحه طشت صورته ملت القبيله فضيحه طشت صورتها وملت القبيله نضال برضه في حاجه انا بنبه ليها بالنوت الداخليه بالذات ما شاء الله 500 بيت سوا عايشات سوا كل سته في غرفه سوا مثلا او 17 قولي دي ما غرفه ده ما بيت يعني بيكونوا مغدات راحات وونسات وقرقراب وضحكين واحد يقوم تصور خلاص كان فيديو كان صوت كان صوره بعد ذاك تقوم الحكايه دي بتطش يعني ما بتمسك كان شو ما بتتمسك الحاجات دي بتمسك بقى مسحها على الاطلاق خلاص فالناس تعمل حسابها حساب ايوه هاي. تاخذ لها خط رجعه نعم. شويه كم مجرم خطير قبضوه بس بصوره ناكر سيو وصلوا الشين التب منكوره هاي. كثير الباع لقون لخصمه في شوط كوره جايباه كاميرا واحد من قفل مكسوره نعم
برضو الكاميرا دي بالمناسبة دليل، التصوير ده دليل قاطع يعني، بقيت بالذات الشي صورة وصوت بعدها تاني ما فزول عنده فرق أي فر. لا خالص، في مجرمين كتار على مستوى العالم، ناس كبار جدا وقفوهم عبر الفيديو والكاميرات المراقبة. سبحان الله، الليلة شاهدت لي فيديو برسله سعد البنا، له التحية. له التحية. لاعب خشة لاعب كورة خشة خط 18 واتعترس وقع يعني، فقام الحكم طوالي حسب ضربة جزاء، وكورة كورة حاسمة يعني، الحكم حسب ضربة جزاء، فوالله اللاعب مشى له وقال له والله ما ضربة جزاء، اللاعب براه اللي رموه ده اللي عمل معاه ضربة جزاء، قال لا لا وقعت براي كراعي دي الشعر قد فيه، هو ده بالانجليزي طبعا يا اخي بالانجليزي هاي كراعي الشعر قد فيه ده بالانجليزي. والمهم كل الفريق يعني جوه جاري شكروه وكده يعني شو سبحان الله، دي من امانته، من امانته، وبعدين بقت حاجه شهرته ذاته. ايوه صحيح، وقال عليك فده دي مصوره، دي اخلاق المهنه. نعم، اقول لك اخلاقك رياضيه، جابوا اللقطه دي بس دي واحده من حاجات التصوير يعني. قال في صور تخجل خجله فايته حدوده، فنلة وداخليه ومن وسط مكدوده، الخل النفس من الشباب مسدوده، راجل ماكن يتصور له ببرمودا. نضال في حاجات كده انا قعدت بشوف في الفيسبوك ده وما عليه الطلاق عندها اللي ما بشوف زي ده يعني، ما ممكن انت فيسبوك ده يعني العالم كله ده بعاين فيه يعني، فنلة داخلية ما بعرفه حويجات بقول كلمني شنو يا احمد الله يا بعرفه. المهم في بحر وببرمودا يا اخي، استغفر الله العظيم. البشرة كان يستعدي مع نمشي فاصل ولي رايعين نبرد الكلام ده، كروشابي ده مختار لنا واحدة من الأغاني حقت قهوتنا، نشوفه ونجيك وراجعين.
حبابكم مليار جيناكم راجعين ماسكين موضوعنا تصور 200 تصور شنو ما تصور كيف أيوة. يعني أخذ الحاجات اللي بتشمئز منها النفوس أخذ الحاجات اللي بتعوق لك زول نفسيا يعني هو والله الفلقة دي هينة بتروح بيخيطوها لكن تخط لك صورة لزول تعوق عمره كله أيوة أذى نفسي نعم. الكاميرات ضرورة واجب استعمالها لكن الخلوق بتطش نتيجة اهمالها نعم. مشاريع هايلة واجب بها استكمال حد قهوضنا تصوير يا الخزين أهمالة أي صح ده من التصوير الإيجابي كويسة يعني إحنا نستخدمها يا استخدام سلبي أو إيجابي نعم طيب أنا أرجع رجعة أخيرة لكن تاني ما برجع لنا هنا شايف الناس أشمأزين موجعني يا أخي الموضوع ده قلبك قاسي مهما يبقى له حقوقه ميت ومن نفخ بالحيل وطاير عروقه الحافظ إنه بيطيبته سماحة زوجه تلصق صورته بيدم الملتق فوقه نضال في صورة في صورة للميت بتكون في ذهنك يعني آخر حاجة انت شفتها في الميت ده بتكون لاصقة في ذهنك على الإطلاق تاني لا من بعد 100 سنة 100 سنة أنا قصة شوية كترت أنا قصة شوية سمح بعد 20 لا لا 20 بس 20 كفاية انت قدر ما تحاول تتذكر الزول ده بتتذكر بآخر صورة شفتها فيه غالبا يعني فما ممكن أنا زول خدت له صورة إنه زول نظيف ووجيه زي ولد الصديق ده يجيبوا له صوره مو ولد الصديق لزول ثاني يجيبوا له صوره ملتق بالدم وجلابيته واضانه ما في وايده ما في خلاص الصوره خلاص ابشر عليك الله والله التسع صورت تصوير اسوء من ناس الكاميرا الصوره بتلصق بتلصق هي الباقي ده شد بنساه هسي الباقي ده بنساه هسي انتشر فيديو المباشر بسه عليه وناس ماركي كل ما يوم يشيلوا ويحسوا نعم والله يا شباب لو بالقضية تحسوا تلقوا وضعنا زاد في الطينة بلة أهجسوا نعم يعني نحن ماشيين لورا شديد بالمناسبة احنا مفتكرين أننا متابعين التكنولوجيا والعولمة والتقنية والكلام الكبار كبار ده هاي. لكن نحن بالعكس كل الحاجات السمحة عاداتنا تقاليدنا حاجاتنا السمحة ماشية لورا نعم فأنا برجو الناس إنها تنتبه حبة تخلي بالها التصوير نعم تكون بتعيش صحيح قاعدة لفوق هباب تخيلي قاعدة لفوق هباب عن قريب تصور صاحبته ومي قاصدة أي خراب تلقى الخلة مرته نجيضة لابسة غاب تجيه الصورة بهدوم البيوت واتصاب نضال زورة بريئة ما عندها أي زلمة ما عندها أي شرمي كروها قدام خشم بيتها قدام راكوبتها دي خلاص
وبتقلى فيه بنها في هبابي هذا لكن أيوة. في بيتها يعني ايوه جات صورة من جيران ليش صورتها ودي ولا جايبه خبر ذاته صحيح النبي ما تصوري النبي ما تصوري ما صورتها والله صحيح ودفرتها لذي دفرتها لذي دفرتها لذي وقالت كذي وطشت صحيح انا بشوف صور كثيره متاكد تماما الصور دي لا اهلها بالصوره دي لا هي ذاتها بالصوره ما حكم احنا خلينا برضو ناكد على حاجه انه الصور دي ما فيصل يا جماعه نعم ما خلاص ان بقيت شفت لك صوره بيت في الفيسبوك ولا في الواتساب معناتها هي زولتها ما كويسه ولا اهلها ناس ما بالحيل أي. يعني في حاجات كثيره بتجي بمحض الصدفه في حاجه اسمها فوتوشوب ما اشرنا لها ظاهره برضو الفوتوشوب ده بتشيل اي صوره دايره من اي اتجاه باي وضع بتجيب راس زول بتخطه في الصوره دي بتلصقها نعم. عليه نعم يعني ان بقيت مثلا دار تشيل والشي زول تلبسه في اي اتجاه بتعمل الحاجه دي نعم فدي برضو واحده من الحاجات الناس تنتبه لها شويه اخر حاجه كان فضل كلامي بقولها انه دي جت ثقافات من بعيد منقوله ما للناس بقت بالفارغه يوت مشغوله وين مبادئ او اخلاقه وين عقوله نعم. احنا بتعاملنا بعقولنا مع الحاجات يعني ديننا خليه في الاول بعد ذاك ذاته العقل الحاجه اللي بيقبلها والما بيقبلها لو تعاملنا بعقولنا مع الكاميرات ما بنصور الناس في وضع سيء نعم. ولو تعاملنا بعقولنا لما تجينا صوره سيئه ما نشرناها برضو ما كان الفضيحه بتبقى اكبر ولو تعاملنا بعقولنا بعد ما انتشرت وفتشنا اعذار لزول صاحب الصوره برضو ما بتحصل لا في بيت بيقتلوها لا في يعني زول بيضبحوه ولا نعم. في زول بيسجنوه ولا بتحصل المصايب اللي قاعد تحصل دي يعني احنا نحسن الظن في كل الحالات نعم. ونحن ان شاء الله نتمنى انه نكون عند حسن ظن المشاهدين انا كلامي كمل وضحتكم الله انا ذاتك بكمل وضعناكم الله ورسولته خاتمكم البيضاء وتعارككم البيضاء ارجونا باكر ان شاء الله وعرض